في آليات سوف تستخدمها أو تستند إليها في متابعة الأسعار. أول شيء فندم، في قرار أحب أن أنا أقول قبل ما أدخل في النقطة دي، أحب أن أنا أوضح أنه في قرار سيصدر خلال ساعات من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، سوف يتضمن وضع كافة الضوابط التي تحدد السعر الأقصى لبيع للسلعة، السعر الأقصى لبيع السلعة للمستهلك النهائي. وبالتالي سوف بمجرد صدور القرار الوزاري وبمجرد تنفيذه سوف تبدأ الأمانة الفنية في استخدام آلياتها في الرقابة على الأسواق. يعني بكرة الصبح وزير التموين إن شاء الله هيعلن لينا الآليات والضوابط. بالضبط يا فندم، الأمانة الفنية ليها آلياتها الرقابية، وزارة التموين أيضا ليها، يعني زي ما حضرتك ذكرت أنه لابد أن يكون في رقابة يومية من قبل وزارة التموين وكافة الجهات الرقابية، رقابة يومية على الأسواق. أيضا الأمانة الفنية بناء على القرار الصادر بتشكيلها، أولا تم تكليف الأمانة الفنية بوضع كافة الضوابط الخاصة بمراقبة الأسواق، وليس هذا فقط، يعني بحب أطمن حضرتك أن الأمانة الفنية هتشرف على المنظومة بأكملها، بمعنى أنها سوف تتولى متابعة كافة السلع الأساسية في الأسواق والتنبؤ بأي أزمات ممكن تحدث للتعامل معها بصورة استباقية، ووضع عملية رقمنة لكافة الكميات السلع والاحتياجات المواطنين والأسواق.